أنتم على موعد مع البرنامج الإذاعي الخاص دوري خالد بن حمد، برنامج رياضي مباشر يغطي كافة الأخبار والفعاليات الخاصة بدوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية عبر أثير إذاعة البرنامج العام 102.3 FM في تمام الساعة 8:30 من مساء كل أحد وثلاثاء وخميس في الفترة من 23 من يوليو لغاية 23 من أغسطس 2017. مساكم الله بالخير أعزائي المستمعين، ونرحب بكم في الحلقة الأولى من برنامجكم الإذاعي دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية ولذوي الإعاقة والفتيات الخامس لكرة قدم الصالات 2017. هذا البرنامج سيلقي الضوء على مجمل فعاليات البطولة التي تنطلق غدا الاثنين إن شاء الله، وتختص بالمراكز الشبابية وكذلك بذوي الإعاقة والفتيات في النسخة الخامسة لها. سيأتيكم هذا البرنامج في أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع عند الساعة 8:30 مساء. هذا البرنامج من إخراج الزميل خليل إبراهيم والمعد محمد عباس، وتحياتي محدثكم توفيق الوداعي. برنامج دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية كل أحد ثلاثاء وخميس في 8:30 مساء، خلكم معنا. مستمعينا الأعزاء، لا شك أن دعم سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورعايته لهذا الدوري الذي يحظى بمشاركة ومتابعة كبيرة من المراكز الشبابية الوطنية، لا شك أنه يعبر عن اهتمام سموه في الشباب البحريني وتوفير كل السبل للارتقاء والنماء وتهيئة الأجواء المثالية أمام الشباب البحريني لممارسة أنشطته وبرامجه الإبداعية وتنمية مهاراته في مختلف القطاعات. دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية ولذوي الإعاقة والفتيات لكرة قدم الصالات للعام 2017 في النسخة الخامسة منه يهتم بشكل كبير في الفئة الشبابية على مختلف أنواعها، وهو نتاج شراكة بين عدة جهات تتمثل في المجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية ووزارة الشباب والرياضة البحرينية، وكذلك الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة والمراكز الشبابية. نحن في الحلقة الأولى من هذا البرنامج الإذاعي المخصص لدوري سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة للمراكز الشبابية ولذوي الإعاقة والفتيات لكرة قدم الصالات، سنسلط الضوء على جوانب إنسانية ورياضية متعددة. في هذه الحلقة يسرنا أن نستضيف مدير البطولة الزميل علي العربي للوقوف على مجمل تفاصيل مسابقة النسخة الخامسة لبطولة سمو الشيخ خالد بن حمد للمراكز الشبابية. زميلي علي العربي، مساء الخير. مساء النور أخ توفيق، ومساء الخير لجميع المستمعين الكرام. نعم، في البداية لو تحدثنا عن دوري سمو الشيخ خالد بن حمد للمراكز الشبابية، كيف ترى أهمية هذا التجمع الشبابي الكبير
خصوصا وأن الجميع يمر بفترة الإجازة الصيفية؟ في البداية حب حقيقي قبل أتكلم بالنسبة لهذا الدوري ومبادرة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة، أود أن أشكركم طبعا أنتم كإذاعة والتلفزيون على هذا الاهتمام الكبير، وطبعا من هذا الوقت المبكر أيضا من خلال البرامج المختلفة. في الحقيقة طبعا مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة كثيرة، وهذا احنا لما نتحدث عنه اليوم هو الدوري والجانب الرياضي من هذه المبادرات. هناك مبادرات اجتماعية، هناك مبادرات إنسانية، ثقافية، فنية، بالإضافة إلى الجانب الرياضي اللي هو دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية والأندية وذوي الإعاقة والفتيات. نعم. الحقيقة يعني احنا ما نتكلم في هذه الجوانب المجتمعة نرى مدى اهتمام سموه بقطاعات كبيرة ومختلفة من المجتمع البحريني. يعني لما يشوف انت المبادرات يعني اختلفت، لم يعني يكون هناك تسليط الضوء او الاهتمام بفئة دون فئة اخرى. صحيح. ولكن المبادرات اللي سموها تنوعت في مجالات كثيرة، وكما ذكرت يعني سواء كانت اجتماعية او ثانية، وايضا هناك فنية وثقافية ورياضية. نعم. لو تحدثنا بالذات عن هذه البطولة، يعني مشاركة عدد كبير من المراكز الشبابية الوطنية وأيضا من ذوي الإعاقة وكذلك الفتيات، كيف سينعكس برأيك على الشباب البحريني؟ وأكيد هذه المشاركة الكبيرة دليل آخر على نجاح هذه البطولة مثل ما رأينا في السنوات الماضية. الأخ توفيق، يعني حقيقة المشاركة والنسخة الخامسة شهدت يعني تطور كبير فاق التوقعات من حيث المشاركة. نحن الآن لدينا 59 فريق يعني يختلف، يعني مختلف يمثلون طبعا مثل ما قلت لك المراكز الشبابية والأندية وذوي الإعاقة والفتيات. نعم، يعني أشبه بمونديال، يعني نتحدث عن عدد أكثر كبير من المونديال. يعني نعم. 59 فريق، يعني يمكن لأول مرة بطولة تقوم هذا الرقم. ويعني لما نتكلم عن هذا العدد أو نتكلم هذا العدد نتكلم عن 1180 مشارك يعني في هذا الدوري. طبعا هي ليست بطولة، ولكن احنا طبعا هو دوري يضم الفئات المختلفة. هذا العدد الكبير 59 فريق، 1180 مشارك، يعني هناك فرص كبيرة للشباب البحريني، سواء كان لاعب، سواء كان إداري، سواء كان فني، سواء كان إعلامي، سواء كان يعني مختلف يعني الفئات والمجالات، راح يجدها في هذا الدوري، وفرصته راح تكون كبيرة. طبعا هي أظن الدوري فرصة لهم لصقل مواهبهم. صحيح. لاكتشافهم يعني قدراتهم وإبداعاتهم، يشوفها من خلال هذا الدوري اللي يعني راح يستمر إن شاء الله حتى 14 من سبتمبر. يعني طبعا مباراة النهائية. صحيح، قرابة الشهر إن شاء الله، يعني أكثر من شهر. نعم. طبعا راح نبدأ من غدا وراح نختم إن شاء الله 14 سبتمبر. راح تكون هناك في فترة توقف الدوري لفترة عيد الأضحى المبارك إن شاء الله. يعني باعتبارك مدير لهذه البطولة، يعني ما هي أبرز التغييرات التي حدثت ليس فقط على مستوى المشاركة إنما كلجنة منظمة إلى لهذه المنافسات لهذا الدوري، ما هي أبرز التغييرات التي طرأت على النسخة الخامسة أيضا؟ أول شيء يعني أنا أحب أقول لك أن أنا أتشرف أن أكون أنا مديرا لهذا الدوري في النسخة الخامسة. وطبعا أنا عملت في كثير من الدورات والبطولات، ولكن الآن اتحت لي الفرصة أن أكون مدير لدوري خالد بن حمد للنسخة الخامسة. لا شك هناك قفزة كبيرة يعني كانت طبعا من حيث لما احنا يمكن ربما انت ذكرت بالنسبة للعدد الكبير سواء من الفرق المشاركة او بالنسبة للمشاركين، لكن ايضا هناك اللجان المتخصصة، هناك عدة لجان مختصة يعني توزعت، سواء كان من طبعا نذكر احنا اللجنة العليا لهذا الدوري برئاسة سعادة السيد هشام محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة، وأظن في عضويته أيضا اللجنة العليا طبعا زميلين عمر بكمال وأيضا نوار طوع وأيضا نائب رئيس اللجنة العليا
كما سعادة الشيخ فجر سلمان الخليفة. فالحقيقة يعني هذا الاهتمام وهذا الوجوه هذه يعني خلينا نقول احنا القدرات البحرينية والخبرات البحرينية أعطت النسخة الخامسة لنا طابع جديد. ومثل ما ذكرت لك هناك أيضا عدة لجان وكل لجنة مختصة وكانت تعمل هذه اللجان منذ فترة سابقة يعني وقت مبكر حتى وصلنا اليوم احنا على يعني مشارف بكرة حفل الافتتاح اللي راح يكون إن شاء الله الساعة 4:30. نعم برعايته أيضا سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة. طبعا يعني مرة أخرى تتجدد اهتماماته بفئات مختلفة من شرائح المجتمع وهو دليل كبير على اهتمام سموه بهذه الفئات الخاصة وأيضا اهتمام سموه بالمرأة من خلال بطولة النسخة الخامسة إضافة مسابقة النساء إلى بطولة سموه هذا العام. لابد أنها من المنتظر أن تضفي مزيدا من الإثارة وأيضا مزيدا من الزخم إلى هذه البطولة. زميلي بالإضافة إلى أيضا توجيه سموه بالنسبة للأندية يعني ربما النسخ السابقة كانت هناك للمراكز الشبابية في هذه النسخة الخامسة وجد سموه طبعا بإدخال الأندية أيضا. نعم. فالآن راح تكون مجتمع الأندية والمراكز الشبابية وذوي الإعاقة ثمان فرق لذوي الإعاقة وبالإضافة إلى اللي سنة عندنا أيضا مسابقة فتيات يعني بجميع المراحل وبجميع الفئات راح نشاهدها أعزائنا المستمعين. زميلي علي راح أتواصل أكيد معك من خلال هذا البرنامج لكن قبل ذلك نأخذ هذا الفاصل معكم أعزائنا المستمعين ومن ثم نواصل. دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية الخامس من 23 يوليو إلى 23 أغسطس. برنامج دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية كل أحد وثلاثاء وخميس في 8:30 مساء خلكم ويانا. أعزائنا المستمعين أجريت في 17 يوليو الجاري قرعة دوري سمو الشيخ خالد بن حمد للمراكز الشبابية ولذوي الإعاقة والفتيات الخامس لكرة القدم. قرعة البطولة أسفرت بالنسبة إلى المراكز الشبابية عن توزيع الفرق إلى 8 مجموعات. المجموعة الأولى جاء فيها فريق سافرة المحرق البحير بوري كرزكان وأبو صيبع. في المجموعة الثانية دمستان النعيم الحورة والإقضبية أيضا والرفاع الشرقي القرية وكرباباد. المجموعة الثالثة جاء فيها سلماباد مدينة زايد بني جمرة نعيم والسلطة دار كليب رأس الرمان. في المجموعة الرابعة مركز الوسطى جد حفص كرانة صدد جرداب والدير. أيضا في المجموعة الخامسة فريق الشاخورة القادسية السهلة الجنوبية سند عالي لبسيتين. في المجموعة السادسة السنابس مدينة عيسى السهلة الشمالية الديه ومقاوة. في المجموعة السابعة الزلاق الجنوب سار الجسرة وعراد. في المجموعة الثامنة وهي المجموعة الأخيرة مدينة عيسى أبو قوة لعكر الهملة المعامير. وفي قرعة ذوي الإعاقة جاءت المجموعة الأولى طبعا هي مجموعتين في فئة ذوي الإعاقة. في المجموعة الأولى المحفزين البحرينية وتحدي الإعاقة الإعاقة الحركية والصم. في المجموعة الثانية الأولمبياد الخاصة الصداقة للمكفوفين الإعاقة السمعية جمعية الصم البحرينية. أما في فئة الفتيات فتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين أيضا. في المجموعة الأولى جاء التحدي والإرادة والأمل.
أما في المجموعة الثانية فجاء العطاء والعزيمة والإصرار. طبعا أعزائنا المستمعين هكذا قسمت الفرق في جميع الفئات، ومثلما تحدث أيضا زميلنا مدير البطولة زميل علي العربي بأن المشاركة كانت كبيرة جدا في هذه البطولة، وهذا دليل آخر على نجاح بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد للمراكز الشبابية، إضافة إلى ذوي الإعاقة والفتيات، ونحن نتحدث عن نسخة خامسة فقط. أعزائنا المستمعين نتواصل معكم من خلال هذا البرنامج، وللذين انضموا إلينا للتو نرحب بهم في هذا اللقاء المتواصل مع مدير البطولة علي العربي. زميلي علي نرحب بك من جديد، لتحدثنا عن الاستعدادات الكبيرة بالنسبة إلى اللجان المنظمة، نتحدث عن أقل من 24 ساعة قبل الانطلاق. طبعا أخوي توفيق، احنا مثل ما ذكرت لك يعني أعمال اللجان بدأت من فترة سابقة ووقت مبكر لإعداد لهذا الدوري، ربما وصلنا الآن إلى أقل من 24 ساعة لحفل افتتاح اللي راح يكون إن شاء الله بكرة بحضور سعادة وزير شؤون شباب الرياضة. ويعني اللجان يعني مجتمع على طول، اليوم احنا طبعا كان لنا ايضا زيارة للصالة سواء فترة صباحية وفترة المساء، يعني كما قبل شوي كنا طالعين ايضا من الصالة للوقوف على اخر الاستعدادات بالنسبة لجميع اللجان. يعني تعرف عندنا اللجان كثيرة ويعني اهتمام كبير بهذا الدوري، فالكل يعني مثل ما قلت وصل عند وصف عند الذروة بالنسبة للاستعدادات لانطلاق هذا من الجماعة، سواء كان لجنة الحكام، لجنة الفنية، لجنة العلاقات العامة الإعلامية، فهناك الحقيقة أن عدة لجان والكل مشجع يعني بكل حماس لانطلاق هذا الدوري. يعني احنا وصلنا الآن مثل ما أقول الكامل الاستعدادات إن شاء الله للافتتاح غدا إن شاء الله. طبعا ومثل ما هو الاستعداد بالنسبة إلى المجموعات التي تعمل من أجل استضافة أو انطلاق هذا الدوري، أيضا نتحدث عن مختلف المراكز الشبابية من مختلف المناطق في مملكة البحرين الحبيبة، أيضا دليل آخر زميلي علي على هذه البطولة وأهميتها بالنسبة إلى الجميع في مملكة البحرين. هو لا شك يعني احنا لما ذكرنا 59 مركز شباب ونادي وهم من مختلف مناطق وقرى البحرين، هناك حقيقة يعني إبداعات شبابية، ربما خاصة احنا لما نتكلم عن كرة قدم الصالات ربما هؤلاء الشباب لا يحصلوا الفرصة الكاملة للعب في دوري بهذا الحجم وهذا الأهمية وهذا الزخم أيضا الإعلامي الكبير. يعني تعرف احنا ربما كرة القدم العادية هناك مجالات كثيرة، ولكن كرة قدم الصالات مثل البطولات قليلة، فما بالك إذا بيشارك في دوري بهذا الحجم وبهذه الأهمية ودوري يحمل يعني اسم سمو الشيخ خالد بن حمد. فكان حرص كبير من المراكز الشبابية والأندية على يعني كان السابق كبير على المشاركة في هذا الدوري، وهناك إن شاء الله إحنا يعني أيضا من خلال هذا الدوري راح يعني أتوقع أن يكون هناك وجوه جديدة تبرز من خلال هذا الدوري، بالإضافة للوجوه المألوفة اللي احنا نشوفها دائما ربما في يعني منتخب الصالات أو في مسابقات كرة قدم الصالات. أتوقع راح نشوف وجوه خاصة لما نقول شارك المراكز الشبابية والأندية في هذا الدوري، فأتوقع أن احنا راح نستفيد فنيا أيضا من خلال يعني بروز عدد كبير من النجوم إن شاء الله إن شاء في الله. هذا الدوري. طبعا بطولة سمو الشيخ خالد شهدت اكتشاف عديد المواهب خلال النسخ الأربع الماضية، ساهمت وبشكل كبير في دوري الفوتسال للاتحاد البحريني لكرة القدم، وأيضا خلال المنتخبات الوطنية، وأيضا من خلال الفئات الخاصة، نتحدث
في هذا العام إن شاء الله. إضافة إلى هذه الفئتين نتحدث أيضا عن فئة ثالثة وهي فئة الفتيات. طبعا زميلي علي العربي مدير بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة للمراكز الشبابية ولذوي الإعاقة والفتيات في النسخة الخامسة. طبعا نحن سعداء جدا باللقاء معك في ليلة انطلاق منافسات دوري سمو الشيخ خالد للمراكز الشبابية، وإذا تود أن تضيف شيئا قبل انطلاق هذه البطولة وقبل نهاية هذا البرنامج في حلقته الأولى. طبعا كنا تحدثنا الكثير عن هذا الدوري، ولكن احنا طبعا نوجه الدعوة إلى الجماهير طبعا الحضور والاستمتاع، وخاصة يعني بيكون في الصالة يعني بعيدين عن الجو الحار. وهناك أيضا فقرات ممتعة ضرب ما يستمتعون بها الجمهور، وأيضا من اهتمامنا أيضا بالفرق ومستوياتهم، راح أيضا نخصص جائزة لأفضل لاعب في كل مباراة، وهذا شيء أيضا يعني بيشجع اللاعبين على تقديم الأفضل. بالإضافة إلى يعني أن أقول لك أحب أن أشكر جميع أعضاء اللجان العاملة وأيضا أعضاء اللجنة العليا على الاهتمام والدعم اللي نحصله إحنا من خلال عمل اللجان، وهذا طبعا يبشر إن شاء الله بنجاح كبير لهذا الدوري في النسخة الخامسة، بالإضافة إلى النجاح اللي هو طبعا العدد الكبير المشارك. هناك نتوقع أيضا نجاح حات أخرى على مستويات أخرى، وأنا أيضا أشكر يعني بالنسبة لوزارة أيضا شؤون الإعلام على هذا الاهتمام من خلال الإذاعة والتلفزيون والبرامج المختلفة. فأدعو جميع إن شاء الله الاستمتاع بدوري كروي ممتع، وأدعو مرة ثانية طبعا الجماهير، وأشكركم أيضا أنتم على هذا الاهتمام بالدوري. طبعا نشكر تواجدك معنا من خلال هذا البرنامج زميلي علي العربي. حاضرين وان شاء دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية الخامس من 23 من يوليو إلى 23 من أغسطس. أعزائنا المستمعين، طبعا قبل الختام نذكركم ببرنامج افتتاح دوري سمو الشيخ خالد بن حمد يوم غد الاثنين. البرنامج سيكون على النحو التالي: في الساعة الخامسة مساء إن شاء الله سيلتقي مركز سافرة وفريق المحرق، بعدها بساعة أي في الساعة السادسة مساء سيلتقي البحير وبوري، كرزكان وأبو صابع سيلتقيان مع الساعة السابعة مساء. المباريات الثلاث الأولى التي ذكرناها ستشهدها المجموعة الأولى، أما المجموعة الثانية فستلعب مباراة واحدة فقط تجمع دمستان وفريق النعيم. طبعا قبل لقائنا وإياكم يوم الثلاثاء ستستكمل إن شاء الله مباريات المجموعة الثانية بلقاء الحرة والقضيبية والرفاع الشرقي في تمام الساعة الخامسة مساء. في الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل أيضا سيلتقي فريق القرية مع فريق كربابات. مثلما ذكر طبعا مدير البطولة، طبعا نحن بدورنا نؤكد للجماهير الوفية لا تنسوا الحضور القوي والاستمتاع بالأجواء المثالية والمميزة في هذه البطولة. أتمنى أيضا تواجدكم وبشكل كبير من خلال مشاركتكم ودعمكم للفئات الخاصة، وهو يعني ما يدعو له ويؤكد عليه سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة، تأكيد الحضور لدوري ذوي الإعاقة. طبعا دوري ذوي الإعاقة راح يبدأ إن شاء الله يوم السبت 19 من شهر أغسطس المقبل إن شاء الله، يعني حتى ذلك الموعد نتمنى أيضا التواجد وبكثرة من خلال منافسات هذه البطولة.
موعدنا وإياكم إن شاء الله يوم الثلاثاء المقبل سيتجدد بذات التوقيت في الساعة 8:30 مساء. في الختام تحياتي وتحياتي مخرجي هذا البرنامج خليل إبراهيم، معد هذه الفقرة محمد عباس، وتحياتي محدثكم توفيق الوداعي. إلى اللقاء.